تتبعي قناة البهجة للعقار. السلام عليكم، سعيد بلقياكم مرة أخرى في هذا الفيديو باش نقدمه لكم. تبارك الله، كما غتشوفوا معنا هذه الشقة المعتبرة. هذه الشقة هذه متواجدة في حي الحدادة. إذا كانت هذه أول مرة كتكتشفوا معنا قناة البهجة المتخصصة في العقار، فما تبخلوش علينا أولا بالضغط على زر الإعجاب لهذا الفيديو، وكذلك إذا كنتم غير مشتركين الضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد وحصري. إذن الشقة موضوع اليوم كما كتشوفوا معنا هي شقة متميزة متواجدة في واحد الشارع اللي كتعتبر شريان رئيسي ديال هاد الحي ديال الحدادة. هاد الشقة هادي بقوا منها ثلاثة لي موديل، وكل موديل فيه 92 متر كاري. متميزة هاد الشقة هادي لأن عندها جوج إطلالات، إطلالة على شارع اللي هو كبير تبارك الله وعريض، وإطلالة من الوراء كذلك على واحد المجموعة ديال الحدائق اللي كاينين في المنطقة ديال الحدادة. بزاف ديال الزبناء كيسولون على الحي ديال الحدادة. الحي ديال الحدادة هو من أجمل الأحياء في مدينة القنيطرة، الحي اللي متواجد في منتصف الطريق ما بين وسط المدينة والشاطئ ديال المهدية. حي نقي تبارك الله، شوارع عريضة وفيه جميع المرافق الضرورية، فيه مدارس عمومية وخاصة كذلك، محلات تجارية ووسائل المواصلات. والشيء المهم في هذا الحي هو جودة الهواء تبارك الله، لأنه ما فيش داك الضغط ديال السيركلاسيون بحال في وسط المدينة. والأهم من هذا كله هو الغابور كاليتي بري بالنسبة للأبارتمون اللي عندهم واحد ثمن اللي هو جد مناسب مقارنة مع الشقق اللي كاينين في وسط المدينة. في هذا الحي هذا ديال الحدادة هناك شقق ابتداء من 40 مليون تقريبا في المتوسط، وهناك كذلك اقل، وكاين شقق اللي هي اغلى من ذلك بالنسبه للمساحات الكبرى وبالنسبه كذلك التشطيبات اللي عاليه الجوده. اذا الثمن ديال هاد الشقه اللي كتشوفوا معنا في هاد الفيديو راه ما كيتعداش 70 مليون، وقابلة للتفاوض بطبيعة الحال مباشرة مع صاحب الشقة. إذا كنتم مهتمين بهذا النوع من العقارات في هذا الحي ديال الحدادة، فما عليكم إلا تواصلوا معنا مباشرة. احنا راه الإشارة ديالكم طيلة أيام الأسبوع. مرحبا بكم، ومرحبا بالتعاليق ديالكم، مرحبا بالطلبات ديالكم الخاصة. شكرا لاهتمامكم بهذا المحتوى، وإلى الفيديو القادم بحول الله. شكرا والسلام عليكم.